بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. في الفيديو ده هو إن شاء الله تعالى بنتعرف على عملية التسميد في المشاتل، في مشاتل الخضر. هي مشاتل الخضر بتتسمد؟ آه طبعا بتتسمد مشاتل الخضر، تسمدش ليه؟ فإيه المفترض إن أنا أعمله في التسميد، أو إيه اللي أنا ممكن أراعيه أثناء التسميد؟ براعي أولا إن النبات يتحمل عملية التسميد، لأن زي ما احنا عارفين السماد اللي احنا بنحطه عبارة عن أملاح، فالأملاح دي بتغذى عليها النبات، تمام؟ فالتغذية ده هي ممكن تجيب نتيجة عكسية وممكن تجيب النتيجة الكويسة المرجو منها. يعني إذا أنا حطيت بالجرعات أو الدوز المناسب عندي هتديني نتيجة محترمة جدا وتمام التمام. إذا زودت ممكن يعمل نتيجة عكسية ويحرق لي الجذور ويحرق لي حتى المجموع الخضري ويضيع المشتل، ودي حصلت مليون مرة، وحط تحت مليون خط، تمام؟ وتعرضنا لها كتير بصراحة ربنا. طيب ولكن هو يعني زي ما قلت الأملاح بالذات بالنسبة للمشاتل، زي برضو ما حد ممكن ياخد علاج العلاج يجيب نتيجة للمرض، وممكن ينتحر إنسان، ينتحر بسبب العلاج، يسف شوية علاج كده. هو الأمر كذلك بالنسبة للنبات، لأنه كائن حي، شأنه شأن الحيوان وشأنه شأن الإنسان برضو، تمام؟ فعشان أسمد أنا براعي العمر بتاعي. العمر بتاعي لو يتحمل ممكن أحط جرعة كبيرة، العمر بتاعي لو قليل ممكن أحط جرعة صغيرة، تمام؟ هنتمشى مع بعض كده وهنشوف. هذا ده عمر، ده عمر نبات معين أهو، تمام؟ ابتدى يطلع. أنا عندي بزرع، ده ما فيش أي مشكلة، بس أنا بزرع في البيت المحمي جوه، ففي ظروف خاصة فأحب أنزل الشتلة صغيرة، لأن الشتلة لو نزلت صغيرة بتشتغل بسرعة، أما لو نزلت كبيرة لا فيها مشاكل. ودي طبعا بنلجأ للشتلات الكبيرة حتما في الأوبن فيلد، وخصوصا في فصل الصيف اللي لازم الشتلة تكون متينة، بحيث إن هي لما بتنزل الأرض هتغيب شوية، ولكنها بتكون يعني بتقدر تقاوم أي ظروف غير مواتية، زي ارتفاع درجات الحرارة أو الهواء السخن اللي ممكن يجي نوات في فصل الصيف. أنا عندي النبات ده هو صغير، هو ممكن نحط له إيه؟ ده ممكن نتحط له نص جرام NPK، لأن الجدر بتاعه لسه هو زي ما انت شايف، ده ممكن نتحط له نص جرام NPK، تمام؟ مع ربع جرام عناصر مختلفة، العناصر الصغرى كلها ممكن نحط نص جرام NPK مع ربع جرام عناصر في ندوبه في المية ونسقي المشتل زي ما احنا بنروي بالظبط، مفيش اي مشكلة خالص، نسقي كأننا بروي. بحط الكمية دي، بظبط كمية المية في موتور الرش بتاعي، حطيت مثلا 500 لتر، احط عليهم 250 جرام NPK، وبحط عليهم 125 جرام أو 100 جرام كافية جدا من العناصر الصغرى من مصادر محترمة، من مصادر محترمة. الـ NPK يا جماعة أنا بنبه ما يكونش عليه يوريا، لأن في ناس أساسا بتغش، أو مش بتغشه، هو بيحط اليوريا بتحل محل أو بتبقى مكان عنصر النيتروجين، تمام؟ فده بيعمل مشاكل عندنا بالنسبة للشتلات، ممكن يحرقها ويعمل لنا مشاكل. فتأكد إن هو ما فيش يوريا. نتأكد إزاي؟ جيب، شايف البتاع التظليل اللي فوق ده، هو تجيب شوية كباوي وهزهم عليه كده على غربال، تمام؟ هتبص تلاقي اليوريا ابتدت تظهر لك، لو هو فيه يوريا اليوريا هتظهر. لأنه ما يقدرش يطحن اليوريا، إن اليوريا لو طحنت هتتميع، ولذلك هو لازم يكون حذر، ولا يمكن حد يطحن اليوريا. لما بحطها زي ما هي كده ما فيش أي مشاكل فيها، بتلاقي الحب بتاعها أبيض ما فيش أي مشاكل. وطبعا حبة اليوريا مميزة، فديا يا جماعة من أخطر الحاجات اللي قابلتني في المشاتل وأنا لسه في عمر الظهور، يعني تمام. دي يعني اليوريا مدمرة، فعشان خطري قبل ما تستخدم السماد لازم يكون مصدره خالي من اليوريا، لأن فيها البرايد ده هو بيحرق على طول المشاتل بتاعتي، تمام؟ طيب في العمر الكبير اللي زي اللي أنا فيه ده هو، ممكن أزود لحد واحد جرام، وأبدأ جرام NPK مع ربع جرام برضو عناصر صغرى اللي هي بتبقى ماكس مع بعضها دهيا، تمام؟ ببدأ مع ان الشتلة دهيا بالنسبة لي انا مثالية، لان انا بحب الشتلة الصغيرة، تمام؟ اهم شيء ان هي الشتلة عليها مجموع خضر كويس، الجذور بتاعتها كويسة ما فيهاش اي مشكلة، ببدأ بتوكل على بركة الله، تمام؟ يعني ده اللي قلته في التسميد. في ناس بتسمد غير كده، بناسبة ايه؟ عايز المشتل بتاعه يفور ويبقى المشتل ازرق وتمام التمام. وعلى فكرة الفلاحين
الكلاعبين بيفرحوا بالمنظر ده، بس انا ما بحبوش. انا بحب الشتله تكون نازله المشتل صغير، نازله الارض عندي صغيره، تكون متينه بس تكون قصيره. بس ميزتها في ايه؟ الميزه فيها يا جماعه بان هي بتشتغل على طول، اما الشتلات الكبيره بتاخد فتره كبيره على ما بتبدا تشتغل عندي. تمام. طيب في ناس بتعمل حاجه تانية، بتعمل ايه؟ بتسمد عن طريق الخلطه، الخلطة بحيث ان هو بيجيب مثلا في حدود واحد شكارة فورموكلايت، وبيجيب اتنين قالب بيتموس كبير، وبيعمل خلطة زي خلطة الزراعة بالظبط، وبيبدأ يحط على الكمية ده هي حوالي ربع او 300 جرام نطرات نشادر، بيدوبهم في مية ويخلط بيهم الخلطة ده هي، وبيجيب غربال بيهز على الزرع ده هوت. في 3-4 ايام بتلاقي الدنيا خالص اتغيرت في المشرق، حتى لو اصفر. ليه؟ لان الخلطه اصلا لما بتتحط هنا بتزود، فبتعمل لي جذور عرضيه كتير، وبتزود الابتيك او الامتصاص بتاع النبات، وبالتالي بيبقى عندي مجموع خضري جميل جدا، وبتبقى حتى السمك بتاع النبات بيبقى كبير جدا. وده بنستخدمه في المشاتل التجاريه. ليه؟ لان هو عايز عروسه، يعني شغل كوافير، مش عايز شغل مظبوط. تمام. الشغل الكوافير يعني مجرد ما تغسل الشوال على وشها خلاص اصبح قرد بسديري قدامك. اما الشتلات ده هي دي الصحيه والتمام التمام بامانه الله. وانا بحب ازرع الشتله بتاعتي، على فكره ما سميتش المشتل ومش هسمده، ولكن احنا بنتكلم على المشاتل التجاريه، او اللي عايز افضل من كده، او انت عايز تقعدها افضل من كده، لان لو قعدت اكتر من كده يا جماعه هيبدا العمر بتاعها، يبدا الاصفرار وتبدا مشاكل تانية. فعشان تحافظ عليها لازم تسمد تسميد كويس. تمام. يبقى عندنا حالتين في العمر الصغير، انه نحط نص كيلو نص جرام NPK مع ربع جرام عناصر صغرى من مصادر موثوق منها. في الاعمار اللي زي دهيت ممكن احط جرام NPK مع ربع جرام على اللتر الواحد، كل ده اللي انا بقوله على اللتر، على اللتر الواحد مع ربع جرام عناصر صغرى. تمام. وممكن نضيف كمان في العمر ده هو ربع جرام سلفات مغنيسيوم عشان تديني لون كويس، وما يبقاش عندي أي نقص عنصر في المشت. والمرة الأخيرة قلنا لها إن ممكن واحد يعمل خلطة، أو بيعملوا خلطاته دي مشهورة جدا في الفيوم، بيعمل خلطة قلنا اتنين قالب بيتموس مع شكارة فورموكلايد، بهزهم بنعمهم خالص، ويبدأ يجيب ربع كيلو تسميد نطرات، بس بيجيب ربع كيلو أو 300 جرام نطرات، بدوبهم في مية وبرش المية على الخلطة دهيا، وبيبدأ ينديها أو يبسسها كده. تمام. وبيبدأ بيجيب غربال وبهز على النبات دهوت، بحيث ان هو بيعمل طبقة نهوت. الطبقة دهيت بتبقى جميلة جدا في ان هي طلع لك جذور عرضيه، وبتزود الامتصاص بتاع النبات. ده تسميد المشتل. اي حد عايز حاجه فيه تحت امرك على الواتس، يا ريت القناه بس يعني على ما بفتح وشغلانه وعلى الكمبيوتر وكده فيه مشكله جامده، اما على الواتس ممكن ارد عليك وقتي. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.